أول مشروع من نوعه على مستوى المملكة وقعت مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر والإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة صباح أمس بمقر المؤسسة مذكرة تفاهم لتدريب الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية على مهارات العمل الصحفي المختلفة، وذلك تحت عنوان إعلامي وإعلاميات المستقبل. وقع الاتفاقية عن مؤسسة المدينة رئيس التحرير الدكتور فهد بن حسن آل عقران، وعن إدارة التعليم جدة مديرها الأستاذ عبد الله الثقفي، وذلك بحضور الأستاذ محمد ثفيد المدير العام للمؤسسة وعدد من المسؤولين بإدارة التعليم والجريدة. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق شراكة مجتمعية وتعاون مثمر في مجال تدريب الطلاب والطالبات من ذوي الميول والمواهب الإعلامية بمدارس المحافظة على فنون العمل الإعلامي الصحفي، وإكسابهم الخبرة المهنية بما يمكنهم من الالتحاق بالعمل الصحفي والإبداع فيه مستقبلا. ويشمل المشروع مجالات التحرير والإخراج والتنفيذ والتصوير.